إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة، فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة، والإنسان بأخلاقه ليس بمظهره، ولو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أكثر الكائنات أنوثة. قبل أن ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود، أنزل عينيك واشكره على الموجود. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.